تحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، تنطلق الدورة الثانية لجائزة البحث والابتكار، والتي تأتي تأكيداً لدور وزارة الطاقة والبنية التحتية في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار الحكومي، ودعماً لأهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرعاً لتقديم حلول ملموسة ورائدة للتحديات في كافة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان. محاور الجائزة: حلول الطاقة لمستقبل أفضل، الأمن المائي واستدامة المياه، مدن المستقبل، ثورة النقل، عصر الإسكان. يتنافس في كل محور 5 فئات: مؤسسات القطاع الحكومي، مؤسسات القطاع الخاص، الجامعات ومراكز الأبحاث، الشركات الناشئة، باحثين وخبراء. وسيشرف على اختيار المشاريع الفائزة لجان مكونة من قادة الفكر وصناع القرار والمتخصصين من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية. يفتح باب التسجيل في الجائزة من 1 مارس حتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع الإلكتروني www.moei.gov.ae، وسيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل التكريمي للجائزة في فبراير 2025. فرصتكم الآن للمشاركة في تغيير المستقبل وتعزيز جودة الحياة والفوز بجائزة ووسام البحث والابتكار.